عاد أحمد من الولايات المتحدة الأمريكية مع أسرته الصغيرة المكونة من زوجته وطفله الصغير. حلم العودة إلى الوطن ظل رفيقه طوال مدة دراسته لنيل درجة الماجستير في تخصص المحاسبة، حتى حصل على الشهادة بتقدير امتياز. عاد محملاً بأحلامه بالعمل والاستقرار وتوفير حياة كريمة لأسرته. وتمضي الأيام وأحمد عاطل عن العمل رغم تقديمه في عدد من الجهات، ورغم سيرته الذاتية المشرفة والشهادة الكبيرة التي يحملها. أما خالد فحاصل أيضاً على درجة الماجستير من بريطانيا، عاد ولم يجد عملاً إلا بعد مضي عام كامل، وبعد أن خاض للكثير من التنازلات، وبعد أن تقلب على جمر الحاجة الماسة للعمل مع ما أصابه من الخيبة والإحباط. الكثير يحمل معه شهادات علمية أو دورات تأهيلية، ثم يجلس في البيت ينتظر دوره، فإذا تأخر عليه الدور زاده كسلاً ويأساً في الحياة، لا يدري أين يتجه، ثم يقعد يمعن النظر في شهادته العلمية فهي الملهم والمخلص له كما يتصور، أو يتحجج بأن الحكومة ملزمة على توظيفه، فهو بين نعيم الكسل والراحة ولهيب اليأس والخوف. ثقافة العمل لا تعني أن أعمل بشهادتي وخبرتي، نعم، ولكن إن لم يحالفني الحظ هل أقعد كالمسكين أنتظر الفرج؟ ثقافة العمل تتطلب منك الجرأة والشجاعة على اتخاذ القرار المناسب، فالعمل ليس مقصوراً في المكان الذي تعيش فيه، فهناك من يتخذ سفينة البحث عن عمل حتى توصله إلى أبعد ما يتصور. إن لم يعمل في وظيفة حكومية أو خاصة فالعالم مفتوح بشهاداتك، بخبرتك، بثقافتك، بعلاقاتك، بثقتك بنفسك. ليس هناك عيب في العمل، ولكن العيب أن تجلس في البيت. الأعمال الحرة كم هي جميلة وممتعة عندما تديرها أنت وبنفسك. جربها، استعن بالله وتوكل عليه، وحدد هدفك واكتب خطتك، واتجه نحو حياة سعيدة وناجحة بإذن الله، وقل بدأ المسير إلى الهدف، والحر في عزم زحف، والحر إن بدأ المسير فلن يكل ولن يقف.